في بعض الأحيان تجد نفسك أمام مفترق طرق، إما أن تكمل علاقاتك الإنسانية تحت أي مسميات، أو أن تبتعد تاركا خلفك تجارب وخبرات حياتية تراكمية. ولو رجعت إلى السبب الأول والأهم في الوصول لتلك المرحلة، ستجد أن الأنانية هي المتهم الأول، وربما يكاد أن يكون الأوحد في هذه القضية. ولن أبالغ إن قلت أن لولا الأنانية لما حصل الفراق، ولولا حب التملك لما قرأتم بيت الإمام الشافعي في أول الفيديو. أنا فهد التميمي، وسأتحدث اليوم عن الأنانية في الحب. قم بتجهيز فنجان قهوة أو شاي حسب رغبتك، وهلما بنا نتحدث بإسهاب عن هذه القضية. وقبل ذلك، فضلا وليس أمرا، إعجابك بالفيديو يسعدني، ومشاركته مع من تحب يشرفني، والاشتراك في القناة يبهجني. أيضا في صندوق الوصف تجد روابط لمؤسسات رسمية للتبرع لإخوتنا في فلسطين الحبيبة وغزة العزة. أيدهم الله بنصره، وجعل الله تبرعاتكم في ميزان حسناتكم. تعتبر الأنانية في الحب وما يسمى الاحتكار العاطفي من أصعب المشاكل في الحب، لأن علاجها من أصعب طرق العلاج. لذلك يضطر الكثيرون للأسف إلى الانفصال بعد التجربة الأولى والفشل. ويؤكد المختصون أنه رغم صعوبة التعديل في سلوكيات الإنسان، إلا أنها ليست مستحيلة، وهذا يعود دائما لمقدار حب كل من الشريكين للآخر، والذي يحدد مصير أشياء كثيرة. ومع التأكيد بأن حب الذات يعد فضيلة يجب أن يتمتع بها الفرد، شرط أن لا تتحول إلى أنانية، إذ يجب على كل إنسان أن يسعى إلى تحقيق التوازن في السعي إلى إرضاء النفس، نوع من أنواع الأنانية الإيجابية أو ما يعرف بحب الذات. إلا أن الأنانية بمعناها الشاسع والشائع عادة ما يتم استخدامها في الإطار السلبي، خصوصا عندما نتحدث عن الحب والعلاقات العاطفية. لا يفرق الشريك الأناني في العلاقة العاطفية أو حتى العلاقات الإنسانية الأخرى مع الطرف الآخر ما بين حب الذات والأنانية، فيصبح أقرب إلى الغرور وما إلى ذلك من الصفات المشابهة التي تنعكس سلبا على العلاقة. فالشخص المغرور لا يحب إلا ذاته، ولا يبدي أي شيء على مصلحته الخاصة، حتى لو كان الأمر يتعلق بالشريك أو حتى القريب، فإنه غالبا ما يختار نفسه وراحته الشخصية. هذا ما يؤدي إلى غياب التضحية، حيث أنه من المعروف أن العلاقة العاطفية تتطلب التضحية في بعض الأمور لكي تسير في الطريق الصحيح. إلا أن الأنانية في الحب تحول دون نجاح العلاقة بسبب عدم القدرة على التضحية في سبيل الشريك حتى في أبسط الأمور. وأبرز مظاهر الأنانية هو غياب الحوار. أجل، غياب الحوار، لا تستغرب عزيزي، حيث تسيطر الأنانية على الدماغ لدرجة لا يمكن للشخص الذي يتمتع بها أن يناقش شريكه أو يتحاور معه بشأن الأمور الخلافية، وذلك لاعتقاده بأنه الوحيد الذي لا يخطئ وأن قراراته يجب أن تنفذ. وغالبا ما يكون الشريك الأناني عنيدا، لا يتقبل الرأي الآخر، ويغلب المصلحة والرغبات الشخصية على حاجات الطرف الآخر. لكن ما دخل بيت الإمام الشافعي في حديثنا؟ الإجابة تكمن في الصفة الأولى، حب الذات. فالحب والرضا يخفيان العيوب، وإخفاء العيوب يسهم في نموها وتجذرها في النفس البشرية، وتجعل الشخص لا يتقبل الانتقاد، ولا يسعى ولا يرغب في الاستماع للانتقادات وتصحيح المسار.
كلنا نملك نسبة معينة من الأنانية وحب الذات، ولكن قلة منا يستطيع أن يفرق بينهما، والبعض منا يخلط بين الأنانية وعزة النفس، وهذا مجال آخر خصب للحديث فيه لربما سأعرج عليه ذات يوم. أنا هنا لا أريد منكم سوى أن تمنحوا لشركائكم في الحب تلك المساحة الشاسعة من التفاؤل والنظر الإيجابية، فكم من حبيب فقد لذة الحب بسبب أنانية الطرف الآخر. لا يوجد في الحب الطبيعي والحقيقي طرف مسيطر وآخر خاضع، فالحب يبنى بالتفاهم والتوازن والتضحية لكي تسير السفينة. وأخيرا، استمتع بفنجان قهوتك، ولكن لا تحرم شريكك من ذلك الاستمتاع معك، فالمشاركة في الاستمتاع بالحب تعني الاهتمام المتكامل. تلك نصيحتي، ولكم حرية القبول أو الرفض، دمتم ودام الحب في قلوبكم.